اهلا وسهلا متابعين قناه نيشان. الان كنعرفوا انه موسم الصيف، موسم الحراره في مدينه مراكش. لهذا ارتئينا انه ناخذ واحد الموضوع اليوم اللي هو حارج موضوع ديال هاد السكنه هذه ديال المقاطعات، يعني المدينه كامله، السكان ديال مدينه مراكش وبالاخص سيدي اسماعيل. يعني شنو هو السبب اللي تيخليهم يلتجؤوا لهاد المناطق الخضراء، يعني لهاد المناطق كما كتشاهدوا المتابعين كنقولوا الدرجة الجرادي او المساحات الخضراء، يعني شنو هو السبب اللي تيخليهم يجيو لهنا؟ واش هو الغلاء الاسعار او الفقر؟ يعني واش الغلاء الاسعار اللي تيخليهم انهم يمشيو لبعض المدن؟ كنشوفوا انه كاين الغلاء في اي مجال في اي حاجه، او الفقر ديال هاد الناس هادو اللي هما ساكنين في، يعني الصراحه في واحد الاحياء اللي هي شعبيه جدا جدا. يعني هذا موضوع في حد ذاته غادي نحاولوا نسولوا احد الجمعويين المعروف بمدينه مراكش، يعطينا الاسباب اللي تخلي هاد الناس ربما يجيو مساكن تيقعدوا حتى 4 الصباح حتى 3. يعني واش هو الطاقه الاستيعابيه ديال المنازل ديالهم، ام كاين الغلاء اللي ما خلاهمش يعني يسافروا انه حكم الغلاء كاين؟ وهذا غادي نخليو الاخ المعروف بجامعه بمقاطعه سيدي سبعلي الجمعوي القح الغيور على مدينه سيدي سبعلي، واللي غادي يوضح لنا شنو هما الاسباب ديال هاد الناس اللي ما يقدروش مساكن يسافروا. واش هو الغلاء، اما يعني الاول تيخليهم ما يخرجوش الغلاء، او المنازل اللي عندهم ضيقه؟ نخليه هو يوصلنا يعاود لنا هاد الفكره هذه. السلام عليكم، تنشكرك تنشكركم الحمد لله. والسبب ديال هاد الاخوان هو قضيه الناس كاينين 4 5 6 10 في بيت، تيخرج مسكين تيتفسح، وقضيه الغلاء تيخرج مسكين هاد سميتو تيبغي ينسي. الا دخل الدار مشاكل ديال الاولاد والمراه، والا تيقول بالك خرج نسي تيقعد حتى 4 الصباح اللي خصو يمشي للمنزل ديالو. قضيه السفر، هاد الانسان ما لقى ما ياكل باش بغى يسافر، خصو بعدا ياكل اللي يسافر. الوليدات ديالو راه هما مزموتين في البيت، وهو راه تيخرج للجريده وتيدوز الوقت. سيتي مع حتى وليدات؟ اييه، وكاين اللي تيخرج وليداتو على الزمت، بحال نقولوا انا في بيت يا ولاد، تنخرج وليداتي للجرده، اختي نقعد معاهم حتى 4 5 ديال الصباح 3 ديال الصباح، وغادي نعاود نرد وليداتي وينعسوا في مولانا الكريم. هذا هو السبب. وقضيه الغلاء بالله، دروك حتى داك الشوي اللي كان تيشيط بنادم، داك اللي خدام كاع فينا هو؟ قضيه هذاك الانسان اللي خدام تيشيط داك الشوي تيقول بين نفسح ولادي فين تيفسحهم؟ طلع لي تورير مشي للعوينه هاد المناطق مراكش. هاد الايام والو، كل هما الناس ديالهم مراكش الاكثريه كلهم مساكن الجريدات، اما يعمروش الجريده ديالت هنا، اما يطلعوا للجريده ديال الواحد. الحمد لله ملي تنقولوا لقينا فين نسيو، كان واحد المتنفس. ايه، وما شحال من مزليز داز مزليز هاد الجريدات هادو والو، باقي هاد المزليز هذا، هذاك السيد الله الله يحفظه والله ينصره والله يخليه لوليداته، ولا بعدا تصنت للجمعيات، يعني المجتمع المدني. ايه، ولا تصنت للمجتمع المدني وتصنت للجمعيات. حنا حنايا تنوصلوا الصوت ديالنا وتنوصلوا الصوت ديال هذوك الناس، ولا تصنت، ولا هذاك السيد بعدا تيتعاون، ولا بعدا مخدر الجريدات ولا الماء، ولا هذاك السيد ما عندنا ما نقولوا فيه، الله يعمر ربي يحجبه والله ينصره والله يعمر ربي يعاونه. نرجع للموضوع ديالنا، كي قلت لك واش هذا هو السبب، هو السبب الغلاء اللي ما خلاش الناس يسافروا، او لا حكم المنازل اللي ما عندهمش فين يسكنوا تيكونوا كي قلتي 5 نفوس 6، يعني خصو الصاد كتنعرفوا الحراره مفرطه في النهار ونزيدوها حتى بالليل. يعني هذا هو الحل، هذا هو السبب. سبب من الاسباب، ماشي سبب واحد، وسبب من الاسباب. قديت بالله، انا اعوذ بالله من قلت، انا جمعاوي وتنخلط الناس مزيان. كاين مسكين اللي عنده الضيق تيخرج، كاين اللي على الغلا. واش هاد الانسان اللي يصور 1200 ولا 1000 ريال باش بغي يخرج هاد الوليدات ديالو؟ واش ما قداش حتى في الماكله الا بغي يخرج وليداتو باش يطلب؟ انا اعوذ بالله من قلت، انا
انا كنت نتفسح بحال نطلع على يتوري عند النساب نطلع هنا المهم ولاني دروكا اقعدنا يعني تما كاع ما كتفكر تمشيو صويره لا 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 داكشي انا بعدا حنا بعدا الاكثريه في الناس ما تيعرفوا لا صويره ولا قادير ولا فاس ولا مكلا الله تنسمعوه هكا بالقول هذاك راه فاس هذاك راه مكناس هذاك راه كذا او لا في التصاور او لا شي ناس الا سبتوا شي حاجه اللي هما زعما باش نمشيو حنا والله ما كاين لا فاس ولا ما كاين ما عدا هنا سيدي يوسف بن علي تيحل الله تبارك وتعالى السيد الله يحفظه والله ينصره ما عندنا ما نقوله ونعم الرجولة رجل ونعم الرجولة ماشي انا بغيت نشكره انا بالله من قلت انا بعدا هو اللي في الجمعيه ما تنشكرش شي واحد الا ما كان يتستاهل شي حاجه ما نشكروش يعني تبين عليك الصراحه انا هذه هي الصراحه ديالي واي واحد تيقول عبد الرحيم الصراحه ديالو اللي كاينه كاينه واللي ما كاينه ما كاينه رغم انك فقير وزعما كتحاول تجوز اي حاجه كتبقى عزه النفس كي تنقول حمدنا الله وشكرناه عزه النفس هي كل شيء بالله الا كانت عندك عزه النفس توليداتك تيكون فيهم الله البركه وتيعيشوا بديك القسميه ماشي نقول لك إيه ماشي نقول لك انا بالله واني الحمد لله ما تيتعلقوش بنياتي بشي حاجه اللي متفوقه على باو يعني كبروا في الوضع الحمد لله ساكن في محنة قابت بيت بوسط خوتي الاخوان كلهم تيحترموني انا تنحترم خوتي حن انا تنقدر يعني خوتي هذا هو السبب يعني انتم متفق كنا نقولوا الثقافه الوالدين الحمد لله يعني ما يقدروش يخسروا ليا وما نقدرش نخسر لهم الكلمه اللي بغيت نوجه للناس المسؤوله بغيت نوجه لهم واحد النداء الله يرضي عليهم الله يجازيهم بخير كما انا كبرت فقير وغادي فقير وتنتمنى الله نموت فقير يشوفوا من حال الله تبارك وتعالى وهاد الاخوان يشوفوا في هاد الاخوان انا طلبتهم إيه يشوفوا في هاد الناس وتنتمناو كما الحاج الله يجازيه بخير جاب هاد سميتو هاد البريجيكتور بعدا دوزو على هاد الشيء وراه قال لينا بغا يعاود يدوز لنا بريجيكتورات اخرين وباقي تنتمناو ان شاء الله الخير وحنا ما نتمناو غير الخير حنا كاع اللي قال شي حاجه راه تنتيخوه علاش حنا كبرنا في الثقه والحمد لله حنا ما عندنا ما نكذبوا على شي حد لا نفخوا شي حد لا نسبقوا شي حد جوجور حنا ما تنسبقوا وجه شي حد وداك الشيء باش غاديين واخا بنادم تيهضر بالحرقه ديالو الحرقه باش تنهضروا وحنا تنتمناو من المسؤولين راني باقي تنعاودها يشوفوا في هاد الناس وهاد الفقير وهاد الناس الضعفاء يشوفوا فيهم